السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للربح المجاني من الانترنت كريبتو وار. رجع يعني للدفع. انا لم اقم بفيديو البارحة عن هذا الموقع. لماذا؟ لانه ظننت ان الموقع يعني قد نصب، لكن يعني الموقع ما زال يدفع. دفع يعني لي 4 دولار اخرى، يعني مجموع السحوبات يعني وصل الى 90 دولار من هذا الموقع. لذلك يعني اعتقد اني ساستمر في شرح هذا الموقع يعني حتى ينصب نهائيا. كما ترى الموقع هنا يقول لك يعني في يومه 30، يعني سنشرح الموقع طبعا من اجل البونص اليومي كالعادة. الموقع يقبل بيتكوين، بيتكوين اش ال تي سي، ايثريوم، دوج والداش. هذه يعني اقل قيم للاستثمار، مثلا 3000 دوج، 0.15 ال تي سي، 0.02 ايثريوم، 0.001 بيتكوين. الموقع يعني يقبل العملات كثيرة. المهم يعطيك هو 3.6 كل يوم، يعطيك يعني 0.15 في الساعة الواحدة بالمئة. طبعا طريقة التسجيل سهلة جدا، تضغط فقط على sign up هكذا، تملأ هذه الخيار البيانات السهلة، يعني تضع اسمك، ايميلك، يوزر نيم، باسورد، تعيد كتابة الباسورد، ثم تضغط على sign up. انا سادخل مباشرة الى حسابي. طبعا انا لم استثمر ولا دولار في هذا الموقع. 90 دولار التي قمت يعني بسحبها من الموقع هي من البونس الذي يهديه الموقع. لذلك يمكنك مثلا اختيار هكذا لايت كوين. بعد ذلك يعني عند الدخول الى الواجهة كما ترى اكتف ديبوزيت، انا لم استثمر ولا شيء. اكتوال بالانس 0 وارن التوتال هنا 0. طبعا يمكنك اختيار اي عملة تريد الاستثمار عليها، وهذه ليس نصيحة. لماذا؟ لان الموقع سينصب يعني في الايام القادمة سينصب. ميك انيو ديبوزيت، تضع هنا القيمة التي تريد من اللايت كوين مثلا، يعطيك ارباحك بالساعة، باليوم، بالاسبوع، بالشهر. تضغط على ميك ديبوزيت، يعطيك ادرس، تقوم بديبوزيت في تلك الادرس من اجل سحب اموالك. ويدراو فونس من هنا من اجل ترويج لرابط الاحالة الخاص بك. ريفيرال بروجرام، ها هو رابط الاحالة الخاص بك. ايضا من اجل السحب يجب ان تضع فقط اللايت كوين ادرس، مثلا ادرس الخاصة بك للسحب. اذا كانت يعني ايثريوم تضع محفظة مثلا ايثر واليت او ميتا ماسك او يعني هذا كل شيء. لنا لقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.